ايه ده؟ اسقف ولا ما اسقفش؟ انا مش عارف اعمل معاك ايه بصراحه. منورنا. اقعدوا اتفضلوا. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا. اهلا اهلا يا جماعه. عليكم عفريت ولا ايه؟ بتعملوا حاجات غريبه جدا. مشوار طويل. لا لا ما شاء الله حاجه تفرح جدا. ايمن احنا قاعدين انا وانت في حاله صمت. الراجل ده شغال معاكوا ازاي؟ يعني ودي حاجه بالمناسبه بالنسبه لي ده يعني لافته للنظر جدا. الاول عايز ارحب بيكوا بهجاجه. يعني في الدقيقتين دول ابهجتمونا اكتر مما ينبغي بصراحه او ينبغي. ايمن هو المخرج الموسيقي الراجل الهادئ جدا قوي خالص جدا الى ابعد الحدود. ما بيتكلمش ولو وجهت له الكلام يفكر ماليا. وفي ثلاثه عفاريت قاعدين. انت بتتعامل معاهم ازاي يا ايمن؟ ما هو ده بعد اتحاد الفكر والموهبه بقى وبتاع عارف انت. بعد اللي حصل لي سكت ما بقتش قادر اتكلم كتير. لا احنا عشان طبعا شغالين بقالنا زمن مع بعض متفاهمين. فطبعا التجربه المشتركه الفتره بتخلي الدنيا ايه فاهمين بعض اكتر وبتخليني سهل يعني التفاهم اسهل شويه مع بعض يعني. بس طبعا اكيد صعب يعني طبعا ان يكون اصلا عندك فرقه فيها 12 شخص منهم خمس بنات والخمسه دول هم الصداره هم الفوكلز. يعني مش هقول لك بقى يعني حاجه صعبه قوي. طب والعازفين الموسيقيين المحترفين بتتعاملوا معاهم ازاي؟ عادي الدنيا ماشيه ولا بترجعوا بعد كده في حاله انهيار او عايزين ترجعوا البيوت ساكتين صح؟ تقعدوا ساكتين مش عايزين تتكلموا. اللي هو يا رب كفايه اللي حصل طولي خلاص انا تعبت انا تعبت انا تعبت. خليني هبدا الاول باسم بهجاجه. مين اللي اختار بهجاجه؟ يعني الاسم جت ازاي حكايه بهجاجه دي؟ انا عاجبني الاسم جدا. واحنا ما رحبناش بالبنات خالص. انا اهتميت بايمن باعتباره مطهر زيي. تقعد على رغده شروق سمر صح كده؟ منورين. مين اللي اخترع اسم بهجاجه؟ والله اعتقد انه كان اختراع جماعي من فتره. اول ما عملنا انا سعيد قوي. امال يعني. لا بعمل حاجات كتير بس مش الكلام. بس الكل لما كمل مقال يعني. فهو الاغنيه يعني اول ما بدانا الفرقه عملنا الاول حفله ما كناش متفقين انها تبقى فرقه. بعدين الحفله نجحت جدا والناس كسرت المسرح وبتاع قلنا لا لازم نعملها فرقه بقى. فقعدنا نختار الاسم اعتقد قبلها قبل الحفله. نختار الاسم ايه؟ فاختارنا الاسم ده لانه من فكره البهجه شويه. وله معاني كتير يعني في العاميه عندنا لطيفه. اوكي. فاخترناه يعني. واحنا غايب عندنا النهارده اسماء ابو اليزيد وام صح كده؟ بالظبط كده. ما جوش ليه العفاريت دول؟ حاسس ان انا جده قوي. جد في نفسي صح؟ ما جوش ليه العفاريت الاشياء؟ هاي. وحشتونا يا اصحابنا. حقيقي. اسماء بتصور. طب وام ايه؟ وام مسافره. مسافره سفريه الهانيمون. لا اله الا الله. قلنا كل الاسرار بتاعتها. هي اتجوزت وقت الكورونا فما قدروش يسافروا وقتها فدي بقى سفريه الهانيمون. هاف فن. والله حاجه تخض بصراحه. قلق قلق قلق. انا عايز كل واحد يحكي لي حدوتته قبل ما يدخل على بهجاجه. رغده احكي لي الحدوته. انا بس في الاول ماما موصياني اسلم على حضرتك جدا بتحبك جدا بتقول لك سلامات. سلامات 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 سلامات. والله بجد سلمي عليها خالص. يوصل. انا خريجه دراما ونقد مسرح اداب عين شمس دفعه. بالراحه. خريجه قسم دراما ونقد مسرحي كليه اداب جامعه عين شمس. حلو قوي. دفعه 2012. ماشي. انا اصلا بمثل. ابتديت امثل على المسرح وانا في الجامعه. حلو. وبعد ما اتخرجت برضه وعامة كان نفسي بقى ان التجارب دي تزيد فقلت بقى ايه بروح بقى كاستنج كتير وكده. وكان نفسي برضو ان انا الحاجات اللي انا اتخرجت منها ان انا اصلا ناقده مفروض ناقده يعني. فقلت بقى استثمر موضوع النقد واشتغل برضو في اماكن صحفيه وكده. فاشتغلت برضو فتره في الصحافه وفتره برضو بسعى في الكاستنج لحد ما ربنا كرمني بتجربه خصانه بالشياكه مثلت فيها مع احمد مكي. وتجربه بقى اللي كانت مؤخرا تجربه ضد الكسر. كنت عملت دور عزه. صح. المسلسل كان من اخراج استاذ احمد خالد وتاليف استاذ عمرو الدالي. وبعد كده عملت فيلم مع علي ماما ده لسه هيتعرض يعني. اخراج استاذ احمد نور. وبمثل في مسرحيه اول عربي اخراج استاذ تامر كرم. طب لما التمثيل يمشي والعجله تمشي والفلوس تكتر هتكملي مع بهجاجه ولا؟ طبعا انا ابتديت من 2015 اول ما ايمن عمل الاوديشن رحت الاوديشن جدا عشان حبيت التكوين بتاعه يعني التكوين الاوديشن يعني اللي هو الاختبار اللي هو حد بيعرف يمثل حد بيعرف كذا حد بيعرف يأدي يعني في كولكشن كده حبيته. وانا من صغري بقى بغني في الحمام بقى وبغني في عارف بقى الواحد بيغني مع اصحابي في الشارع نقعد نغني فكده يعني.
واخد دعوه بحش الشاشه والله العظيم انا خايف كل حاجه. انت سالتها تدخل المايك بقى فانت حر. هو انا حبيت يعني فكره الاوديشن فرحت الاوديشن ومن ساعتها بقى وانا موجوده في الفرقه. بس بالنسبه لي يعني فرقه هفضل فيها مكمله طبعا يعني حاجه من اللي انا بحبها جدا يعني. حلو ماشي ده كلام اكتر من رائع. شروق احكي الحدوته. انا خريجه الكونسرفاتوار اوكي واصل يعني اصلا بعزف فلوت وده تخصصي يعني. الغنى برضو كان حاجه اساسيه يمكن برضو بمثل. فكانت من اكتر الحاجات اللي شدتني البهججه يعني ان هما بيخلطوا التمثيل والغنى فبيحصل اداء تمثيلي مع غنى اللي هو فن المونولوج اللي احنا بنقدمه. فدي كانت اكتر حاجه انا كان نفسي اعملها وكان نفسي ابقى في فرقه بتقدم ده في الاختلاط ما بين التمثيل والغنى. بس فحبيت قوي البنات. انا جيت عليهم دخيله 2017 تقريبا وبسطت قوي يعني. اخر واحده انضمت يعني للفريق. اخر واحده بالظبط دخيله اخر واحده بالزبط. اخر العنقود. ايوه اخر العنقود. بنتنا صمت. احكي لي يا صمت. انا اتخرجت من فنون جميله وكنت في فرقه اتيليه المسرح في الكليه وهي فرقه مسرح عريقه جدا طلعت بقى بيومي فؤاد وماجد الكدواني واسماء ابو اليزيد يعني ناس جميله فنا وعلما. واتيليه المسرح هو اللي حببني في المسرح. بعد ما اتخرجت عملنا فرقه مستقله وعرضنا بره وجوه واتنططنا. كنت في جميله قسم ايه؟ سينوغرافيا يعني أوكي. ديكور وازياء مسرح وسينما وتلفزيون. طول عمري كنت بحب الغنى وكنت بحب المسرح جدا وبحب المسرح الغنائي جدا. فابتديت اخرج وده شيء بالنسبه لي كان حلم واتحقق. مثلا في 2017 عملت عرض اسمه تشايلي ومصنع الشوكولاته مع فريق فنون جميله. حلو. عرض ميوزيكال جميل. فانا بحب الاخراج وبحب التمثيل. واشتغلت في مسرح ستاره للاطفال. ده مسرح انجليش بيعمل ورك شوبس وبيعمل بيرفورمنسز للاطفال. ومع الكورونا للاسف المسرح وقف فاتجهت للتدريس. فبقالي اهو سنتين بشتغل دراما تيتشر في مدارس انترناشونال والحياه بقى ماشيه وبهججه وحب العالم والدنيا بهججه. انا لافت كان لنظري جدا من وقت ما ظهرت انا كنت متابع جيد جدا ليكم بس فيديوز يعني ما حضرتش ولا مره ان انا ابقى حاضر قدامكم كده. فلفت نظري جدا مساله البرفورمانس يعني انتوا بيرفورمرز مش بس احنا بنغني. المساله بالنسبه لنا مش طرب في حاله متكامله على بعضها زي ما انتوا قلتوا كده مزيج ما بين مسرح وغنى وحاجات غريبه طبعا واضح جدا. وبعدين الفاصل اللي بتعملوه ده اللي هو فجاه بتتكلموا جد وفجاه تقعدوا تعملوا الحاجات دي مساله التكوين كده تكوين كده التكوين. بص النقد هنا برضو قلت لك التكوين والله في الواقع في الواقع الكلام العميق يعني عايزين نبقى ناس عميقه ومتفلسفين ومفكرين. نتفق او نختلف نتفق نعم فيها فرق شاسع وبون واسع ونقعد نقول كده حاجات كتير جدا. طب بصوا انا مش عايز ارغي بصراحه بقدر ما انا عايز نقعد نتبهجج. انتوا هتسمعونا ايه بقى دلوقتي؟ نسمع حاجه حلوه وكبيره وطويله ودسمه و انتوا بتقولوا ايه عليا؟ قولوا حاجه قولوا حاجه عليا. بص انا عجوز انا براقبك وهراقبك. لا اشتري مين؟ انا ببقى قاعد عينيا في وسط راسي. لا انا شايف حاجات اكتر من بشوفها عمرو اديب يعني. انا دايما ببقى شايف ان عمرو اديب عنده مثلا اربعه او ست عيون انا عندي 12. ما شاء الله. لا ما عنديش هزار. هتغنوا ايه؟ هنغني ايه؟ هنقول اغنيتين بمناسبه الكورونا ليهم علاقه بالكورونا بشكل او اخر. تيجي نشوف. يلا 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 طبعا الناس مش عارف مركزه ولا لا. رغده دخلت ادت لنا ظهرها لبست اشارب ده الوصف. سمر هي كمان لبست شال ايه النضاره دي؟ يلا
عشرين جنيه لله، عشرين جنيه لله، عشرين جنيه لله يا خدام الإنسانية. قفش عليا الحياة مم وهوى وحنية، ما تبصوليش من تحت لفوق أنا بنت أصل وخفة وذوق، ما تبصوليش من تحت يعني أزمة مالية طاحنة. وقال لي إني لازم أستحمل وأشيل الشركة على كتافي لحد ما تقف على رجليها، بس ما قاليش أنا لما أقع مين اللي هيشيلني. غلطتي إيه راسيني عليها، يا خسارتك أنت وماليش فيها. غلطتي إيه راسيني عليها، يا خسارتك أنت وماليش فيها. لما زمان يا ابن الحلال كسبت ياما، أنا خدت إيه، أنا خدت إيه. عالفة تعايم ولا في عزايم، طابخ إيديا ولا ليا فيه، ولا ليا فيه. يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام. هو انا هاخدهم بعد الحلقه يعني ده بس لا 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 دول معايا لاخر الشهر. يا ماما فسحيني يا ماما نصا
وصايا وهروح يا ماما وحياتك يا ماما. لو عايزه تيجي معايا تعالي ولا بعتي بابا او خالي. مرزية في البيت واقف حالي من الكنبه للمطبخ بلغ وانام. انا عايزه اتفسح يا ماما. شوفوا البت يا لهوي بتعلي صوتها عليا وانا اللي حاسس فيا. يشوفوها رايحه وجايه هيقولوا ايه عليها طالعه ونازله السلم. على مين حاطه عينيها ولا عليه بترسم. هيقولوا ايه عليها طالعه ونازله السلم. على مين حاطه عينيها ولا عليه بترسم. وده مين ده يرضى يتجوزها بحداشها ده وبلاوي يتبوزها والمحاجه بتنرفزها او لما بتغني لنا في الحمام. لا عمر وقد ضيعته في الاوهام. انا عايزه اتفسح يا ماما. فسحيني يا ماما. نصايا وهروح يا ماما. وحياتك يا ماما. يا امي شوفي معايا الصوره بنتك خلاص سابت سنه اولى متخرجه وبقت دكتوره. عن نفسي مسؤوله وخالصه علام. يا سلام. انا عايزه اتفسح يا ماما. يا بنت افهميني مش قصدي اني اضايقك. انا بس خايفه عليكي لا تجيبي كلمه لاهلك. هيقولوا ايه عليكي راجعه الساعه السابعة. بنت قللت الربايه وعينيها بكحه وصايعه. يا الصايعه. هيقولوا ايه عليكي راجعه الساعه السابعة. بنت قللت الربايه وعينيها بكحه وصايعه. البيت يا حلوه ماهوش لوكان ده لا نشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. ما احناش في كندا ولا هولندا ولا انتي همامه في امستردام. يا قايه بلا فسحه بلا وكسه ورخص كلام. انا عايزه اتفسح يا ماما. فسحيني يا ماما. نصايا وهروح يا ماما. وحياتك يا ماما. لو عايزه تيجي معايا تعالي. شوفوا البت يا لهوي ولا بعتي بابا او خالي. بتعلي صوتها عليا مرزيه في البيت واقف حالي. وانا اللي حاسس فيا يشوفوها رايحه بلغ وانا. قلت 100 مره مفيش نزول. اسمع الكلام بقى بلوي بلا زي. طب هم لسه هيكملوا؟ لسه؟ خلصوا كده؟ معلش وانتوا داخلين كل واحد يطلع الورقة اللي بنتين بقى. أنا حطيتها خلاص في الإشارة. إشارة؟ دي واحدة دي. معاك ال معاك معاك كام قول لي؟ هتلف؟ كل واحد عايز 200؟ لا ده انتوا فاهمين الدنيا غلط. هي دي عهدة المفروض بعد يعني بعد ما بيلموا دي ده ورق ديكور. لا خلاص اللي ما بيرجعش تاني. ورق مزور. حركه مزور هتلبسيني مصيبه كده. هخرج الاقي نفسي على اموال عامه على طول. ده كان اللي هو بقى يعني بتاعكم انتوا ده تاليفكم تلحينكم ده انتوا. طب احكي لي بقى الحكايه دي ده مين اللي بيكتب الكلام؟ يعني انت اللي لحنت صح؟ ماشي دي مفهومه. مين بقى اللي بيكتب الكلام ده؟ ايوه بالصدفه الاغنيتين دول انا كاتبهم برضو. برضو؟ الله مش حد غيرك بيشتغل في الفرقه دي ولا ايه؟ ما شاء الله. لا يعني طبعا في ناس هو طبعا الكتابه الكوميدي حاجه صعبه جدا. اوكي. عشان تلاقي حاجه فيها فكر ودمها خفيف وما تبقاش كليشيه ولا مبتذله ولا صح. ولا فيها تنمر مثلا يعني صعب قوي. فانا بصعوبه طبعا قدرت في خلال الكام سنه اللي فاتت دول نلاقي شعراء يكتبوا لنا حاجات. فاخدنا حاجات من ناس كتير زي خيل عز الدين مثلا احمد حداد مثلا خدنا منه اغنيه. بس احنا انا بكتب انا ساعات انا بحب التلحين اكتر بس مبزني انا بكتب يعني. اصل كتابه المونولوج دي فعلا صعبه قوي قوي يعني انه ويحضرنا في ذلك سياده الناقده رغده. لا لا مش هقدر اتكلم في وجود حضرتك. لا والله بتكلم جد. اصل المونولوج ده حاجه فن صعبه مش هزار. انك انت
بتكتب وبتفلسف امور وفي نفس الوقت لازم تبسطها قوي 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 علشان توصل، يعني لانه مونولوج من غير فكره حقيقيه وراه ولا حاجه، اي كلام مش كوميدي بقى ومش محبوب ودمه تقيل. يعني زي تعمل حاجه يكون فيها نقد اجتماعي او بتحاول توصل رساله، زي في الصحيحين يا ماما كده مثلا، في الوقت نفسه تكون بتضحك. يعني الفكره التحدي ازاي ده يحصل، عايزه ميزان كده صعب طبعا. وتقعد التلحين والغنى على كلام مش بالضروره يكون مقفى، ده صعب برضو. يعني وانت بتعمل المزيكا، طيب انت ممكن يبقى في حضرك مزيكا في ذهنك حضرك وانت قاعد عمال بتكتب وفي مزيكا في ذهنك حضرك، فانت اللي بتقعد تلحن. لكن وانتوا بتغنوها ايه الاصعب، انك تغني مونولوج وتعمل له اداء او بيرفورمانس، ولا وانت بتعملي اغنيه وبتدي لها شويه بيرفورمانس بيبقى دمها خفيف؟ والله هي الكلمات بتفرد نفس، يعني بتخلي الواحد يخش في المود. يعني احنا على حسب الكلام بنقول احنا ممكن مثلا يعني في 20 جنيه لله، طبعا هم يقدروا يقولوا ده اكتر، هم حسوا ان دي واحده او ناس مثلا كانت في مستوى معين فبدات تنزل تنزل تنزل، وهي اصلا زي مثلا بكيزه وزغلول كده. ايوه فهم حسوها يعني كده قمت لحقتهم. ايوه 20 20 هتعمل ايه في الزمان ده؟ فيعني ال 200 بقى المره الجايه نرتق 200 نفسي 200 يس طبعا. انت خدت شيء ولا ايه؟ 200 لا هم هيرجعوا ده بجد، ما هو مفيش حل. هنتكلم في الموضوع ده في الفاصل، نتكلم ده في الفاصل قبل ما نخلص الحلقه، نتكلم ده واحنا مروحين. الله 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 الله، هم هيدوهم لي كده كده للاسف، هيدوهم لي فبقى ايه؟ لا برضه المره دي لا لا، بس ما يعرفونيش يا طه. اقفل باب الاستوديو. هو فعلا فكره الدراما اللي بتحصل في الاغاني ده بيسهل علينا قوي، يعني زي ما حضرتك قلت في الاول احنا بيرفورمرز، احنا مؤديين مش بس اغاني صرف، ففكره وجود كاركتر او وجود بروب من نظاره او اشارب او مسرحه الاغاني ده بيسهل علينا البيرفورمنس بتاعها، وده بيعمل تفاعل مع الجمهور قوي. يعني الجمهور معانا بيكون يعني متفاعل جدا، لان هو حاسس ان كل اغنيه عباره عن مسرحيه صغيره، يعني حاسس ان هو بيشوف كده حاجات تمثيليه، فده بيعمل تفاعل حلو قوي مع الناس وهما بيشاركوا كمان معانا. يعني بالزبط. فكره فعلا ان لما حضرتك قمت واديت لنا، ففي مثلا ناس بتتفاعل مع ده، بنصعب عليهم مثلا فبيتفاعلوا معانا، اللي هو يعني هما جزء من البرفورمانس بتاعنا، هو بيحس ان هم مشاركين فيه. يعني مش هم مش مجرد جايين يعني يسمعوا بس، لانه عرض ده تمثيل فالفلوس راجعه برضه. ما بنرجعش وده ال 200 جنيه دي ما بنرجعش، بناخد شوكليت برضه ساعات، بيبقى يعني مش لازم كله. في حد مره ادانا روايه، بصي يا سمر حماكي مربيني، اساليه عني في موضوع فلوس بالذات، انا افترس اي حد يقرب من فلوس. برج ايه؟ برج ايه؟ انا ما بفهمش اي حاجه في الابراج، بس كل انا معلوماتي ان انا برج الحوت بس. أوكي. دي الحاجه الوحيده اللي انا عارفها، غير كده يقول لك برج الحوت، طيب ما اعرفش، شرير ولا اعرف، يعني مش في دماغي. او يعني تعامد عطارد مع الشمس وتعامد ده ايه ده بقى؟ ده في حاجه كده ما مش فاهم حاجه. والله عطارد بلا شمس الدنيا حر. المهم عمرو دياب غنى لكم وبتاع، خلاص كده ايه انتوا كده عديتوا خلاص كده. طب انا عندي سؤال، وانتوا بتفكروا في الحاجات دي، انتوا قبل ما بتبداوا ببهجاجه اصلا كنتوا متصورين حجم التفاعل اللي هيحصل ما بينكم وما بين الناس، حجم قبول الناس ايه؟ طب ده المونولوج ده كان حاجه بتندثر جدا، وبعدين احنا بنعمل لها، وده الكلام الجد بقى مهما كان كبير، احنا بنحيي فن من اول وجديد. انتوا كل الافكار دي كانت في دماغكم، ولا احنا عايزين نعمل ده ويلا بينا؟ بصراحه مع اول حفله يعني طبعا كل التفاصيل كانت عند ايمن، يعني هو مثلا كل اغنيه بيقعد معانا يقول دي هتتعمل كذا، هنلبس ليها اللبس المعين، هيبقى الاداء المعين، يعني هو بيراجع معانا كل فتفوته. يعني هو ده هدوء ما قبل العاصفه، يعني ما قبل الايه شرح بقى، بيقعد معانا بدات احس بكده. لا بيقعد بقى يقول مثلا كل اغنيه هيبقى ليها تفاصيل معينه، وما ينفعش حد يطلع يعمل اداء مش متفق عليه، يعني كل حاجه متفق عليها على المسرح. ومع اول حفله لينا، هو طبعا كل حفله بمثابه اول حفله، لان احنا يعني بنقابل جمهور جديد وبيبقى رد، يعني بنتمنى يعني ان الجمهور يعجبه الحفله بتاعتنا. مع اول حفله الحمد لله استقبال الجمهور لينا كان جميل جدا، يعني الناس كانت متفاعله وروح كانت حلوه قوي، يعني يمكن هم كانوا محتاجين فعلا يتبسطوا ويحسوا بالبهجه وشافوا لون مختلف احنا بنقدمه. فمع اول حفله ابتدينا نكون جمهور واحده واحده. يعني كنتوا متصورين رد الفعل ده يا ايمن؟ لا بالنسبه لاول حفله لا. بس هو استكمالا لكلام الرغد ده، برضه في ناس كتير ما كانتش فاهمه اللون ده من الفن، ان هم يعني في مسافه كبيره بيننا وبين القديم، المونولوجات القديمه وكده، الناس بتشوف ابيض واسود بس، مش بالها ان ممكن تشوف مونولوج الوان مثلا.
ففي ناس كتيره في الاول ولحد دلوقتي في ناس اللي مش هتفهم اللون بتاعنا ده وتعرف ايه هو وفكره الكوميدي والبتاع ده ممكن يبقى في تحس ان في حاجز بينها وبيننا شويه. سمر انا لاحظت انه في الحفلات بتاعتكم بيبقى حاضر الناس بالمعنى الحرفي لكلمه ناس، رجاله وستات وكبار وصغيرين وناس جايه بعيالها الصغيره وحاجات زي كده، ده ما بيسببلكوش لخبطه احيانا وازعاج في احيان اخرى، خصوصا انه ساعات بتبقى الحفلات مفتوحه يعني الناس واقفه وممكن تقعد تقف تتحرك تروح تيجي الى اخره. حصلت قبل كده ازعاج؟ لا خالص، يعني احنا فعلا الديموجرافي بتاع الجمهور بتاعنا متنوع جدا، وده متهيألي بيعزز من التجربة مش بياخد منها. احنا بنبقى مبسوطين ومنبقاش متخيلين ان ايه ده الاطفال مثلا بتحب 2063 جدا مثلا، ده شيء احنا مكناش متخيلين ان احنا عندنا جمهور من الاطفال. فبتلاقي كل فئة بيوصل لها اغنية من اغانينا وبتحبها، واحنا بنبسط. احنا اكشلي بنبقى واقفين على المسرح شايفين الناس وهي مبسوطة، شايفين ايه اللي بيأثر فيهم، شايفين اغنية معينة ما تظهر الناس كلها تطلع الموبايلات. You can تقدر تشوف الإفكت لحظيا، ده شيء ممتع جدا جدا. خد بالك انه التدريس في المدارس الدولية خلى لسان هيلوى يعني You can ما لحقت نفسي. اوه ياه، احنا عارفين ان على اي تلفزيون لازم ان احنا نبقى اللغة العربية مفيش كلام. لا هو الموضة دلوقتي ان الناس لازم تتكلم حاجات انجليزي في النص عشان تبقى انت كول وان وكده، يعني مثلا تقول كابانا ما تقولش الكابينه. يعني ده برضو من ضمن دروس الساحل الشمالي. يعني مثلا الحاجه الاندوت الكابانا مثلا عندنا زبادي بيتهزر. بس في اطفال مثلا دلوقتي يعني بيتفرجوا على كرتون او بيتفرجوا على يعني حاجات لغه عربيه. يعني انا برضو بعمل، انا مخرجه دبلجه، يعني بعمل ميوزيكال دايركتور او بالظبط. فعندنا الاطفال بتحب اللغه العربيه، بتحب العربي، بتحب تسمع، يعني بتحب الدبلجه. انا زعلت قوي وانت عايزه تشرحي دبلجه، يعني انا مش انا سريح بتين شوكي مثلا. نو نو ما اصل مش هيعمل ايه دبلجه يعني لا 20 سنه مذيع ومش عارف ايه دبلجه، ده انا اعتزل وانا مش عارف كلمه. دبلجه يعني مش ممكن. انا عشان ات مين عمرنا العزيز، بس انا عشان في يمكن ناس ما دوبينج دوبينج. طب الاول انا عايز اشكركم بجد اولا على وجودكم النهارده حقيقي، يعني لان انا من الناس اللي تحبكم جدا 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 قوي خالص بجد والله. الحاجه الثانيه اشكركم على مساله الفكره بتاعه بهجاجه دي واختيار الاسم بهجاجه، اسم تحس ان هو محمود عبد العزيز قوي حلو كده مبهج يفرح. فانتوا هتبداوا تكملوا هنا هتغنوا بقى وكده وتحضروا المتنات، انا دافع 3 يعني 600 حلو مش راجعين فانتاج يعني وهنقعد نرغي انا وايمن حب على ما انتوا تجهزوا. شكرا ليكوا حقيقي نورتونا وشرفتونا ده بجد. شكرا وربنا يا رب ينجحكم كمان. وانا اول مره في ان حضرتك بتتابعنا اصلا، ودي حاجه بالنسبه لنا يعني عظيمه قوي بصراحه. لا عظيمه في ايه، بس لازم تجي لنا حفله ان شاء الله. هاجي، بس انا من الناس اللي بتحس بالحر بشكل غير طبيعي والزحمه توترني قوي. ايمن انت ما قلتيش انت اتخرجت من ايه؟ انا درست اداب انجليزي. اداب انجليزي، وايه اللي وداك على المزيكا والمونولوجات والكتابه؟ درست برضو المزيكا دراسات حره. مع الموسيقى العربيه دراسات حره. بس درست في الاساس اداب انجليزي، وانا يعني عايش بروحين، اللي انا بشتغل شغل عشان الفلوس والفن. حلوه الفن لسه مش بيقدر يعني يعيش الواحد يعني. هو ليه الفن عندنا وبالذات الفن الحلو قوي خالص والمبهج بجد ما بيجيبش فلوس؟ ليه؟ ده سؤال صعب يعني. اصل حاجه غريبه يعني كل حاجه ايوه بحبهم، طب ماشي يعني ده معناه ان احنا لازم نقبل على مشاهدتكم ولازم نروح الحفلات ولازم انتوا تكسبوا كويس ولازم تطلعوا في التلفزيونات وهكذا. طب ازاي بنحبكم ومفيش فلوس؟ ما دي انتاج بقى، لازم يبقى في انتاج، دعم من الدوله، دعم من أهل الصناعة، لو في رجال أعمال أو مش عارف إيه مهتمين بصناعة الموسيقى. صح، يعني يشوفوا إيه اللي إحنا محتاجينه، لأن أصلا في أنت عارف برضو إن اللي هو اسمه إيه الاقتصاد الإبداعي. يعني إن المهن أصلا الفنية دي افترض إنها بتدخل فلوس وبتدخل مليارات في الدول زي أمريكا وغيرها. طبعا السينما والحق يعني طبعا أنت كلها فنون، فنظريا الفن مهنة إبداعية تقدر تدخل فلوس كتير.
بس ازاي بقى نعمل التركيبه الكونفيجريشن اللي يخلي ده يحصل؟ ده بقى اللي لسه مش حاصل. هتتوجد أكيد. انا بشكرك بشكل شخصي ومباشر، وبشكركم كلكم الحقيقه، وانا هستاذنك واستاذنهم واستاذن كل الناس اللي بتتفرج علينا. بالنسبه لي انا الحلقه تبقى خلصت لحد كده، لكن حضراتكم هتكملوا مع بهجاجه، ونشوفكم بكره باذن الله. فرهدين من الهوى دمي هيتصفى من كتر ما بي وعقلي راح تجي هفة، يا مين ينوبه ثواب وياخدني عالرفة ويرف قلبي بدبارة ولا حبل غسيل عشان حبيبي عامل لي الصحيب عفة قال عفة قال وكمان قال 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 عفة قال وكمان قال قال وانا ليه هصدق انا ليه كل ده اكمني بدوب وموت في الصنف ده وان شاء الله يقولوا يا خبتك بالقوي ما تصلوا صلوا 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 على النبي والعاشق اللي انكوى شهرين لا نام ولا كل روحي يا نسيم عزيز قوم زال عين الحسود فيها عود وكمانجا أنا ترمى وانت استكا عين الحسود فيها عود وكمانجا أنا ترمى وانت استكا بعدك كرنجا قربت ننجا بعدك كرنجا مش مالي عينك ليه ليه بتلوعني ليه مش مالي عينك ليه ليه بتلوعني
منجا وعين